الخير. سنور. انا عمر الشالد، عمري 16 سنه، بدرس معهد صلح الوادي للموسيقى العربيه. نحن جاهزين يا ابو عمير. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويداك صورت أعضاي. أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي. لما أناجيك، لما أناجيك، لما أناجيك، لما أناجيك، ولما تستمع شكواي توعدني بسنين وايام، وتجيني بحجج وكلام. توعدني بسنين وايام، وتجيني بحجج وكلام، وتسلم وتمر أوام، أو تمرق وتقول لي نسيت. وتسلم وتمر أوام، أو تحلف وتقول لي نسيت. يا ريت 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 يا ريتني يا ريتني يا ريتني عمري ما حبيت. الله. عمر يعطيك العافية. أنت شاطر بالغني، بس في شغلة واحدة ما عم تنتبه عليها أبداً، يلي الأساتذة كتير شاطرين فيها. الإحساس. وكيف بدنا نوصل هذا الشيء للجمهور؟ كيف نكون على الستيج نحنا ونعبر عن شيء اللي عم نغني؟ أنت كتير شاطر بكل شيء عملته، انتقالات مقامية بالعربي اللي ساويتهم، بلحظة واحدة نسيت حالك وعبرت. لما أنا جيك بناجيك هاللحظة نسيت حالك وابتعدت. أيوة هيك هيك مرقت لمحة، عرفتي؟ صح صح. بس البقية توتر يعني كل الوقت في شخص عم بيحسبها، عم شو بده يغني، النوطة وين راحت، وين اجت، وين عملت. ما في مشكلة، عرفت كيف؟ عبر. عندنا مشكلة، مشكلة الإحساس. حلو إنه يتكاملوا مع بعضهم التكنيك والإحساس يا غالي. حيو العمورة، أنت تملك صوت كتير كتير ناضج، كتير كويس، وساق بما تملك. مروح للتصويت أستاذ ميساك. أنا بعتذر. أنا بعطيك فرصة، وأنا حاب أشوفك مرة تانية. برضاك علينا يا عمر.